هذه يا عمارة هاي شبعة سيد أزي عشي أزي عشي أخو أقصد الماضي يتشرف صندوق الإسكان العراقي بزيارة محافظة الموصل للوقوف على جدول تقدم العمل في مشروع ديوان السكني والذي ينفذ من قبل شركة ديوان للمقاولات العامة، حيث قمنا بزيارة ميدانية للمشروع. المشروع الآن في مراحل أشباه المتقدمة، حيث سوف يقوم صندوق الإسكان بإقراض المواطنين من الذين يرمون بشراء وحدات سكنية في هذا المجمع. المجمع ينفذ بطرق حديثة للبناء ضمن مواصفات عالية من قبل شركة تركية وضمن المواصفات المعمول بها في الهندسة المدنية. تشرفنا اليوم بزيارة صندوق الإسكان العراقي التابع إلى وزارة الإسكان العراقية بزيارة مشروع مجمع ديوان السكني في الموصل منطقة حي العربي. بعد سلسلة اجتماعات، بعد ما تم تقديم كل الوثائق والمستندات الخاصة بالمشروع والشركة، صندوق الإسكان أبدأ استعداده وموافقته رسميا بموجب كتب رسمية على تمويل المواطنين المكتتبين على الوحدات السكنية في مجمع الديوان السكني بمبلغ مقطوع قدره 50 مليون دينار لمدة 10 سنوات بدون فوائد، حيث تم رفع قضية الفوائد وفقط يوجد مصاريف إدارية بقيمة 2% سوف تتحملها الشركة نيابة عن المستفيدين والمكتتبين بالمجمع. المبالغ المرصودة لمحافظة نينوى محجوزة لدى البنك المركزي العراقي منذ عام 2016، وهي من المبادرة الوطنية للبنك المركزي العراقي الذي انطلقت عام 2016. اليوم مشروعنا راح يكون المشروع الأول اللي راح تنطلق باتجاهه قروض الميسرة للمواطنين من أجل امتلاك الوحدات السكنية في مجمع ديوان السكني. المشروع مقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي حاليا جاري العمل بها، الصندوق الإسكان يتبع نسب الإنجاز الموجودة في كل عمارة، بعد تجاوزك 50% من الهياكل يبدي يروج معاملات إطلاق القروض للمواطنين. نسبة إنجاز الكلية بالفيز الأول المرحلة الأولى من المشروع الحين متجاوزة 25% من قبل أشهر، تقريبا 3 أشهر حاليا أكو نسب جديدة يتم احتسابها من قبل الجهة الاستشارية المعينة على المشروع من قبل استثمار نينوى.